تواصل وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بججل لحملات تطهير وتعقيم لمختلف الشوارع والساحات العمومية عبر مختلف بلديات ولاية جيجل، أين تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمجموعة بهدف الحفاظ على الصحة العمومية والحد من انتشار هذا الوباء، مع القيام بعملية تحسيس وتوعية المواطنين ومستعملي الطريق وتقديم نصائح للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس وحثهم على ضرورة التقيد التام للإجراءات الوقائية.